صحار مدينة التاريخ والحضارة والجمال ومدينة الاقتصاد والاستثمارات الواعدة، تقع في الشمال من سلطنة عمان على بعد حوالي 240 كيلومترا من العاصمة مسقط، بإطلالة مميزة على بحر عمان، مما جعلها ذات أهمية تجارية للعالم الخارجي، حيث اشتهرت صحار باستخراج النحاس وتصديره، وكان ميناؤها أحد أهم طرق الحرير والتوابل. وتتويجا لتلك الأهمية التاريخية لصحار وتجارتها، فقد أنصف المؤرخون والجغرافيون صحار بوصفهم لها بأنها بوابة الشرق وقصبة عمان وأرض النحاس وسوق الدنيا كلها، وحديثا توصف بأنها مدينة التجارة والحضارة والمدينة الاقتصادية الواعدة والمدينة الجميلة بكل ما فيها. ولعل ما يتوج ذلك فوزها في عام 1998 للميلاد بالمركز الأول عربيا لجائزة تجميل المدينة ضمن جائزة منظمة المدن العربية. وبحق فصحار هكذا تراها العين دوما في صورة مشرقة، تتجه صحار اليوم إلى إحياء ذلك التاريخ الماجد بالحضارة والتجارة من خلال تنفيذ الخطط التنموية التي وضعتها حكومة جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه، لتشهد صحار بذلك نقلة حضارية واقتصادية وعمرانية متميزة، لعل أهمها تكون المنطقة الاقتصادية الكبرى التي أصبحت تضم منطقة الميناء الصناعي ومنطقة صحار الصناعية ومنطقة صحار الحرة ومطار صحار ومحطة القطارات، فضلا عن المشاريع الصناعية والتجارية الأخرى المرتبطة بالخدمات والأعمال اللوجستية والمشاريع التطويرية والتجميلية. ولاية صحار اللي هي توسط منطقة الباطنة اليوم تشهد حركة اقتصادية كبيرة، يتواجد في هذه الولاية ميناء صناعي كبير وبه عدد كبير من الاستثمارات الأجنبية. أيضا منطقة الباطنة مهيئة لاحتضان مشاريع أخرى سياحية في مختلف ولاياتها. يمثل ميناء صحار الصناعي واحدا من أهم الموانئ البحرية في منطقة الشرق الأوسط، فهو الميناء الذي يقوم بمهام ثلاثة موانئ في ميناء واحد من خلال ما يقدم من خدمات متنوعة كميناء للحاويات وميناء للبضائع العامة وميناء للمواد النفطية والكيماوية. من أجل تحفيز الاستثمار بشكل يعني أفضل مما هو عليه، يعني مع أنه هو جميل وجيد، والمنطقة الحرة إن شاء الله خلال 5 سنوات المقبلة ستكون هي الموقع يعني المثيل للمستثمرين سواء المحليين الخليجيين أو الأجانب، المنطقة كلها للاستفادة من المنتجات الحالية في صحار، للاستفادة من ميناء صحار أيضا، ومن خلال وجود عدد من الحوافز الاستثمارية التي وضعتها الحكومة لهذه المنطقة الحرة. وإلى جانب ذلك فهناك مجالات استثمارية أخرى مكملة لتلك المشروعات ومجدية للمستثمرين كقطاعات التعليم والصحة والسياحة لتلبية احتياجات السكان والعاملين وأصحاب الأعمال، وتعد هذه القطاعات مرشحة للنمو والجذب الاستثماري في ضوء احتياجات المنطقة والمعطيات الاقتصادية المواتية في الوقت الراهن وفي المستقبل. تعتبر منطقة صحار الصناعية مساحة من المساحات الكبيرة، وتحتوي على مساحة 2000 هكتار مقسمة إلى 7 مراحل، تتضمن 180 مشروع. من خلال هذه المشاريع يوجد هناك 70 مشروع تحت الإنتاج،
ومن ضمنها أيضا يوجد 15 مشروع اشتراك أو اشتراك استثماري بين الاستثمارات الأجنبية والاستثمارات المحلية. جملة الاستثمارات لهذه المشاريع 1.5 مليار ريال عماني، ونتوقع أن تكون منطقة صحار الصناعية من المناطق الأولى لما تتمتع به من بيئة استثمارية ملائمة. وبهذه الإمكانيات والمقومات والاهتمام الحكومي الكبير، فإن صحار مقبلة على نقلة نوعية كبيرة في كافة المجالات، خاصة منها الاقتصادية والعمرانية، وأصبحت متهيئة لاستقبال أصحاب وصاحبات الأعمال والمستثمرين للإسهام في هذه النهضة الاقتصادية التي تشهدها المدينة.